السلام عليكم. جالي واحد أعرفه معرفة جيدة يعني، وسألني سؤال للأسف كتير بيتردد على ألسنة الملاحدة بالذات يعني. وسبحان الله لما تسألت السؤال تذكرت على طول إن السؤال دوت كان اتسأله الشيخ أحمد هدايت الله يرحمه، وافتكرت الإجابة اللي جاوبها وجاوبت له عليها. فهو بيسألني بيقول لي: أنت ليه يا عم حارم نفسك وقارف نفسك ويعني طيب افرض أن أنت مت، وبعد ما مت اكتشفت أن مفيش جنة ومفيش نار، هتعمل إيه؟ هيبقى منظرك عامل إزاي دلوقتي يعني؟ قلت له: والله بص، افرض أنت أن بعد ما مت كان في جنة وكان في نار، مش هيبقى أوحش من منظرك ساعتها يعني؟ دي أول حاجة يعني. ثانيا انت يعني مجازا لو مت بمنطقك انت يعني مش هتحس ان في جنة ونار. فالواحد مش خسران حاجة، الواحد الحمد لله اي صاحب فطرة سليمة واي صاحب اي عقل عنده اللي هو لا اللي انت تعتبرها ملذات والاخ، ممكن يكون جدا ما بيستمتعش بيها قد ما هو بيستمتع بالايمان بالله وبيستمتع باتباع سنة الرسول عليه السلام. وسبحان الله تذكرت قصة هند بنت عتبة لما راحت هي وبعض النساء للرسول عليه السلام عشان يعلنوا إسلامهم ويبايعوه ساعتها، فتلى عليهم جزء من سورة الممتحنة، فبيقول إيه: ولا يسرقنا ولا يزنينا. فهند بنت عتبة قالت إيه ساعتها وهي زوجة أبو سفيان، يعني أصلا عيشتها كلها، وإحنا عارفين القصة المشهورة بتاعت قتلها لحمزة، وإن صحت يعني موضوع إنها كلت كبده أو جزء من كبده إلى آخره، يعني شوف المدى اللي هي فيه. ولكن عندها فطرة سليمة فراحت تسلم عند الرسول عليه السلام وتبايعه. فلما قال الرسول عليه السلام الآية: ولا يسرقن ولا يزنين، قالت إيه؟ أو تزني الحرة وتسرق. يعني شوف الحر المسلم صاحب أو أي بني آدم صاحب فطرة سليمة وحر لا يزني ولا يسرق. فسبحان الله اللي انت بتقول عليه انت حارم. انا مش حارم نفسي ولا حاجة، الحمد لله حلال وكل حاجة موجودة، الحلال موجود. فكون ان انت حارم نفسك من الحلال دي مشكلتك انت صاحب فطرة غير سوية اساسا. لكن انت بقى لو حصل ان انت ما عبدتش ربنا يعني اخرتك هتبقى يعني ولا عياذ بالله اخرة سودة يعني. حبيت اقول بس الرسالة دي رسالة سريعة، ويا رب اسمع منكم تعليقات على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.